يلا ناجي سريع سريع يلا سبيشال دريبل يلا. ناجي ابن اكبر مدرسه في العالم تتميز بفكره تنميه اللاعب الموهوب، يعني هي تجيب لاعب موهوب ومش بس ما تقفش عند كده، بتنمي في موهبته، اللي هي نادي بنفيكا البرتغالي. نادي بنفيكا بيشتغل بقاله 3 سنين معانا في ان هو شغلتهم تنميه مواهب اللعيبه، بيعرفوا يعني ايه بوزيشن، بيعرفوا يتحرك ازاي، يقفل الملعب ازاي، يطلعوا جماعي ازاي، يربطوا بين الخطوط ازاي، حاجات اللي احنا ما بنعلمهاش في مصر. بنفيكا از ان فاكت وان اوف ذا توب. بنفيكا واحده من اكبر مدارس العالم في تطوير لاعبي كره القدم، والنتائج بالفعل امامنا. نستطيع مشاهده العديد من اللاعبين في مانشستر سيتي، وجواو فيليكس ايضا احد النجوم خريجي بنفيكا. Everyone knows I will not but João Félix is one of them. The secret look about football, there is never always a secret, a special secret. But the most important thing is what ليس لدينا سر معين في عملنا، لكن اهم شيء يقوم به بنفيكا منذ سنوات يتمثل في محاولة إيجاد المواهب في أكثر وقت مبكر ممكن، بعد ذلك يبدأ العمل عليهم، وهو الأمر الذي يجعلهم أفضل في أساسيات كرة القدم. لذلك إذا وجدنا الموهبة وعملنا معها بالطريقة الصحيحة ستصل إلى أفضل مستوى بسرعة أكبر. هذه هي طريقتنا في تعليم كرة القدم. This is our way of teaching football. Nogum is making a fantastic work in the youth football in Egypt. نادي النجوم يعمل بطريقة رائعة على صعيد ناشئي كرة القدم في مصر، خاصة في الجيزة. وأشعر بالفخر أن أقول أنه منذ تواجدنا هنا للعمل مع النجوم، الجميع يعلم أننا قدمنا العديد من اللاعبين الذين انضموا للفريق الأول ولعبوا في الدوري الممتاز، مثل كريم فؤاد ومحمود صابر. وكذلك هناك لاعبين اخرين صاعدين like كريم فؤاد لايك صابر ان ذير ار مور بلايرز رايزنج اب. اوكي رجاله دلوقتي باس طويل امشي بالكوره في النص بس دريبل. The main difference between the academies here and the academies in Europe and Benfica specifically is that they already have a lot of years of know-how. الفرق الأبرز بين الأكاديميات هنا والأكاديميات في أوروبا وفي بنفيكا على وجه التحديد هو أنهم لديهم سنوات عديدة من الخبرة والتجربة العملية التي تصنع نظاماً أفضل للاعبين، وأجواء تنافسية تعود بنفع أكبر على اللاعبين هناك. لذلك ما نسعى لفعله الآن في ذلك المشروع بين بنفيكا والنجوم هو محاولة تعليم اللاعبين وخلق نظام قريب للغاية من الأجواء التي تدفع اللاعبين لتحدي أنفسهم للوصول إلى نسخة أفضل من أنفسهم. دوم صبر غير عادي، إن هو في الآخر الولد لا يمكن وبيديله المهارة النهاردة بتاعت التسليم والتسلم مثلا، لا ما مش هيسيبه لما يعملها كما الكتاب بيقول. طبعا كانت نجاح كبير بالنسبة لنا أو توفيق كبير إن احنا نقدر نصل لكده بعد 6 شهور من تواجدهم. طبعا هم ادونا تقارير كتيرة جدا، عندنا كم كبير جدا من المواهب، بيقول ما شفناهوش في أي حتة في الدنيا إنك تجمع كم مواهب كتير كده في مكان واحد. وبعدين بدأ يقول لنا، أنا بقولك بالظبط 7 شهور بدأ راح مطلعين لي 7 لعيبة. الأول طلعوا 4 لعيبة، قالك دول لازم يطلعوا خلاص فريق أول رغم سنهم صغير، ما ينفعش خلاص دول ابدأ ضربوا فوق وإحنا هنتابع معاه ونديله الحاجات اللي ناقصاه تحت. فطلعوا محمود صابر اللي هو بيلعب في بيراميدز دلوقتي، طلعوا كريم فؤاد في الأهلي، طلعهم بقى 3 تانيين على وشك هتسمع عنهم الاخبار، يعني بنفس مستوى صابر وبنفس مستوى كريم، فعلا عيون صاخبه وقدرات تم تنميتها بشكل مبشر جدا.